سيدي ساكن انت جماعه سمي انا السيد صالح محمد ساكن بدوار المرحله المجدد 1968 كنهضر باسم الشكايات ساكنه بني فتح وولاد حدو كيهم امر تاع مشروع الطريق الرابطه ما بين وادروم عبر سيدي زحلول جامعه بني فتح وقعت اختلالات فيها والرمال مغشوشه وعند سقوط الامطار كتحول الاوحال والقابيو محطوط على الرمبلي القوادز مغشوشين ما فيهمش الاسمنت وعندنا الساكنه ضرت من الزيتون وما بدون تعويض وما احتجت بالفرحه بهذا الطريق وفي الاخر ما طلعتش الطريق ولات الساكنه معزوله وعندها الاولاد ديالها كيقراو في الاعداديه ففي المطار كيبقاو منقطع النقل ما كيطلعش وما كيتسوقوا ما كيمشيو ما يجوا عند سقوط الامطار. ونطلبوا اللجنه في النهار الشتاء. حنا كنطلبوا اللجنه محايده تجي تشرف على ذاك المشروع. حنا كانت عندنا واحد المسلك كان سميتو كنقضيو المسائل ديالنا. دابا تعطى المشروع قدا وقدا صدق والو بنادم مقطوع عليه كل شيء مقطوع ما كيسلك ما والو. ولينا سميتو ولينا في عزله وقدمنا شكايه وقدمنا ما كاينش دابا جينا نعبروا على سميتو جينا نحتجوا في العمل جينا للعمل مازال ما كاين والو كاين حاجه واحده اخرى كاين الدراري عندنا